FM. الكلمة ليك. يبدو أنه نداء تونس والنهضة ما همش في سحفة العسل كما قال سابر رباعي. معنا لأكثر تفاصيل السيد منجي الحربي والنطق الرسمي باسم حركة نداء تونس. مرحبا، صباح الخير. مرحبا، صباح النور وصباح النور لكافة مستمعي كابافال. تصعيد غير مسبوق بين نداء تونس وحركة النهضة. تقول أنت في تدوينة ليك، القائمات المستقلة تحالفت مع النهضة لتمرير مخطط الدولة الإخوانية المتطرفة. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنا لو تراجع الساعة فما تصحيح بعض العبارات. هو الصحيح أنا حكيت على القائمات المستقلة وأنا متحالف مع حركة النهضة، لكن معناها العبارات هذه ما تثبتهاش. تمرير الدولة متطرفة مش حتى مشكل. صحيح هي القائمات المستقلة هذه هي في أغلبها، باش ما نعموش، في أغلبها والغالب اللي فيها أنها قائمات هي معناها متحالفة مع حركة النهضة، وهي تصب في خانة حركة النهضة لأنه معناها هذه باش تشق الصف الديمقراطي، باش تشق الصف الوطني. هذه القائمات هذه باش تشوش على القائمات اللي هي معناها تنجم تخدم المصلحة الوطنية العليا، وتخدم معناها في وتصب في خانة معناها حركة النهضة كيف العادة. لكن سمحني أقول لك هنا هذه قواعد اللعبة، يعني ما فما قائمات مستقلة تدعم من قبل الأحزاب، معناتها هذا اللي معمول به. شوف، هو المبدأ الأساسي أنه إذا كان أنت ترشحت في قائمة مستقلة معناها تكون مستقل هكذا، لكن إذا كان معناها مش تولي أنت مستقل ومرشح لحزب سياسي معناها ما عادش فما استقلالية لهنا. تولي أهل القائمات هذه تولي عندها شبهة وأنها معناها اغتصاب معناها وشق صف الوحدة الديمقراطية، وكذلك معناها خدمة لحزب سياسي اللي هو يرغب في السيطرة على السلطة المحلية، حتى أنه عنده معناها مخطط وعنده معناها برنامج معين اللي هو ما هوش البرنامج الوطني التونسي. حسب رأيك ما هو المخطط؟ أنت حسب رأيك هو توا حركة النهضة لا يخفى على حد أن هي حركة متحالفة مع الحركات الإسلامية في العالم، والحركة المعناها وهي تقول زادة أنا عندي المرجعية الإسلامية، وهي معناها لا يخفى على حد أن قيادات وزعماء الحركة حركة النهضة هما معناها قيادات في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، معناها حتى حد ما ينجم ينكر الشيء ذا. سامحني، همش نقرأ لك الفقرة الأخيرة من ستاتيو متاعك. بالتالي فالخطر الكبير هو هذه الكيانات المستقلة التي تحمل أفكار مشتتة وتحمل أمراض وعقد نفسية فردية وجماعية ولها تحالفات سرية مع حركة النهضة. غايتها الأولى تشتيت الأصوات وضرب وحدة الصف الوطني للقوى الوسطية الديمقراطية التونسية والسيطرة والاستفراد بالحكم بالجهات وتمرير مخطط الدولة الإخوانية المتطرفة. كلام كبير هذا مش الحربي. هذا كلامك إذا كتبته بسويبعك معنا. ايه هذا هو انا شكون كنت احكي لك تو، انا استعطيته لك بالصوت تفهم هي. يعني ليه خطر سير معناتها يعني دولة اخوانية متطرفة هذه نسميها تصعيد يعني غير مسبوق. لا هو مش في خانة التصعيد، انما هو صراحة اللي هي معنى وانه نصارحوا شعبنا في اللحظات الحاسمة هذه، اللحظات التاريخية، على خطر علاش اليوم احنا قدام لحظة تاريخية هي لحظة الانتخابات، أول انتخابات بلدية، أول انتخابات في الشأن المحلي، أول انتخابات اللي باش تجسد معناها سلطة معناها سلطة حقيقية، السلطة في الجهات، أنها يمكن وأنه هالانتخابات هذه تفرز لنا معناها دويلات صغيرة، يمكن أنه تفرز لنا معناها تنظيمات معناها تنجم تحكم في جهات بعينها، وإحنا مناش ناقصين، وحدة الدولة ضروري وأنه نحافظ عليها. واليوم معناها المسؤولية هذه محمولة على المواطن ومحمولة على الناخب أكثر من أنها محمولة على السلطة اللي هي موجودة اليوم، لا لشيء، وأنه عنا دستور هو اللي وضع حطنا في المأزق هذا بدون معناها. هنا خليسي مش حربي ونفهم حاجة، معناتها أنتم يعني عندكم مشكلة مع ما جاء به الدستور من
يعني ديمقراطية محلية ولا مركزية؟ هل تعتقدون أن اللامركزية والديمقراطية المحلية فيها ثغرات خطيرة تنجم تهز البلاد إلى منحى آخر؟ لا، احنا ما عندناش مشكلة مع أنه معناها تكون ثم لامركزية في البلاد، ما عندناش مشكلة وأنه الحكم المحلي الديمقراطي يكون موجود، أنه الجهات معناها تقرر مصيرها، لكن عندنا مشكلة في الثغرات اللي موجودة واللي تبقت ماهيش، والرؤية الغير واضحة، واللي إلى حد الآن معناها ما فماش معناها قانون يوضحها، اللي هو قانون الجمعات المحلية، والخطورة اللي ينجم مثلها لو أنه هالقانون هذا ينحرف إلى معناها إلى سلطة تنجم معناها تنافس السلطة المركزية، وإلا سلطة تستفرد بالحكم في الجهات. هذا احنا ان شاء الله شادين العزم في حركة نداء تونس انه لن يمر هذا المخطط، لكن يبقى انه الخوف الكبير هو غدوة وقت اللي معناها يقع انتخاب معناها مجموعات من نوع هذا، انا ما عادش تنجم تسيطر عليها، على اعتبار وان عندها شرعية انتخابية، والشرعية الانتخابية ينجم يستقوى على السلطة الجهوية، ونجم يستقوى على السلطة المركزية، ويستقوى حتى على سلطة الدولة. انت معناتها تقصد شوية تنمي اكل مع تقصد وتلمح للعشرية السوداء متاع الجزائر بدأت الانتخابات البلدية؟ هو احنا نتمنى معناها الخير لبلادنا ان شاء الله، معناها ما نوصلوش للمرحلة هذيك. عنا ثقة في شعبنا، وعنا ثقة في مواطنينا، وعنا ثقة زادة فهمتني في القيادات الوطنية الموجودة توا على رأسها رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قايد السبسي، أنه معناها ان شاء الله معناها بلادنا لباس. لكن أنا حبيت النبه وحبيت النبه بصوت عالي أنه رانا قدام معناها لحظة تاريخية، يمكن أنها تكون لحظة فارقة ما بين مرحلتين، ما بين معناها مرحلة للدولة، الدولة بالحق اللي هي الدولة متماسكة، وما بين مرحلة الدولة المشتتة والدولة اللي معناها تنجم تمثل خطر وتنجم حتى توصلنا الله لقدر الله إلى المحظور. هل هذا يمهد للقول أنه لابد من إلغاء أو إرجاء الانتخابات البلدية إلى موعد آخر؟ لا، احنا مع أنه الانتخابات البلدية تصير في وقتها، لكن أنا كل ما في الأمر هو أنه معناها شعلنا الضوء الأحمر فهمتي أمام المناخب التونسي، وأنه زاد نبهنا بصوت عالي أنه ضروري حسن الاختيار، وضروري الانتباه إلى هذه القائمات، خاصة القائمات المستقلة أو حركة النهضة، وقائمات حركة النهضة واضحة، لكن القائمات المستقلة هو الخطر الأكبر، وهي معناها اللي تنجم معناها تقوي الصف اللي هو الصف الإخواني، الصف النهضوي، وتنجم معناها تشوش على الديمقراطيين الوسطيين الحداثيين الوطنيين، تنجم هذيك أكبر خطر احنا نشوفوه أنه هو القائمات المستقلة هذه، اللي هي قائمات معناها كائنات هلامية ما عندهاش معناها برنامج موحد، ما عندهاش رؤية واضحة، الناس هذوما في أغلبهم تلموا من أجل معناها مصلحة ذاتية. أنتم تعرفوهم أنت بالقائمة، وعندكم معناتها معطيات عليهم القائمات هذوما؟ أكيد احنا ما نتحدثوش بدون معطيات، احنا ما نتكلموش بدون معطيات، يعني اكشفوا لنا مساج، اعطيونا وضحوا لنا. للتوضيح فقط، للتوضيح انا قلت في اغلبها مش الكل، راو اي ما قلتكش الكل، انا ما عندكم معطيات المستقلة، اما بعض القائمات المستقلة اللي فيها نفس وطني، واللي معناها بالحق واضح معناها تقودها الغيرة على المصلحة المحلية والمصلحة الجهوية. هل هذا في علاقة بالقائمات فيها أئمة فما قائمات فيها أئمة مع أنت ترشحوا، هل عنده علاقة بالشيء تقول فيه؟ أكيد 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 أكيد، هي أنت معناها اليوم إذا كان اختلطت السياسة بالدين والدين اختلط بالسياسة يبزدو زوز. سؤال أخير بصراحة، وأنت قلت هذا جاء ما تنجم تأكدها، انت هل تعتبر حركة النهضة حركة إخوانية؟ والله إلى حد الآن لم تتغير حركة النهضة، يعني هل سؤالي واضح سي المنجي، لم تتطور إلى أن تكون حركة سياسية مدنية وطنية تونسية، يعني تعتبر حركة النهضة حركة إخوان؟ من المفروض لا، إيه ولا مش نفهم، مفروض فيها نيونس. هو أنا قلت لك إلى حد الآن لم تتطور هذه الحركة، يعني بقات في الخانة الإخوانية تقول أنت لو ترجع وتشوف وتسمع المداخلات انتاع آخر جلسة صارت للمصادقة على سيام بن سدرين تكتشف حركة النهضة الحقيقية.
هل انفصل التحالف بين حركة النهضة ونداء تونس اليوم؟ احنا ما كناش في تحالف، احنا كنا في تعايش. تعايش من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل سيرورة الحكم. ماذا ستفعلون في الأيام القادمة في المجلس؟ معناتها جايكم قوانين بدا يلزم عليها معناتها اجماع وتوافق، شنو باش تعملوا في التوافق القادم ان شاء الله؟ نشوف احنا في مجلس النواب ما عندناش مشكله في المسائل الوطنيه الكبرى، واللي ما يحبش يمشي معنا في المساله الوطنيه ما عليه الا معناه يقول للشعب انا راني ما نمشيش في المساله هذه، المساله الوطنيه الكبرى هذه راني ما نمشيش فيها. وخلي الشعب هو يحكم. احنا معناه ما عندناش تحالفات سرية ولا تحالفات معناها من أجل مصالح ضيقة، لا، احنا إذا كان معناها توافقنا وإلا وصلنا مع حركة النهضة إلى شراكة وإلا إلى معناها تعايش، هو من أجل أنه المصلحة الوطنية وعلى المصلحة الوطنية وعلى مصلحة الشعب التونسي. شكرا لك مجد الحرباوي، ناطق رسمي باسم حركة نداء تونس على قبول الدعوة بالهاتف. الكلمة ليك.